قضت المحكمة الابتدائية بمدينة 16 اليوم الخميس 26 دجنبر 2019 بحبس محمد سكاكي المعروف بملك سكيتا بأربع سنوات سجنا نافذة مع أداء غرامة مالية حددت في 40,000 درهم. وعبرت سعاد براهما محامية عن هيئة دفاع سكاكي في تصريح لموقع لكم عن صدمتها من الحكم الصادر في حق ملك سكيتا، حيث شددت على أن الحكم جد قاس وغير عادل ويعيد المغرب إلى سنوات الرصاص. وأضافت براهما أن المحكمة قررت الحكم على سكاكي بالسجن لأربع سنوات نافذة وسط ذهول وصدمة هيئة الدفاع وعائلته وكل من حضر النطق بالحكم، مؤكدة على أن إدانته هجوم شرس على حرية التعبير والصحافة والمواطنة وكل من تضرر وقرر انتقاد أي مؤسسة كيفما كان حجمها. وأوضحت المحامية أن هيئة دفاع ملك سكيتا كانت تتمنى أن تكون الأحكام الصادرة في حق موكلها مخففة وأن يتابع بتهمة السب والقذف فقط دون أن تضاف إليه الإساءة لشخص ملك، والتي استغربت تفعيلها بعد قرابة 5 سنوات من وقف اللجوء إليها والتي يتحدث عنها الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، وينص على العقوبة بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة من 200 إلى 1,000 درهم ضد من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص ملك أو إلى شخص ولي العهد، ومن ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة الملكية. وأكدت براهما أن الدفاع سيستأنف الحكم الذي اعتبرت أن الهدف منه الوحيد هو تلجيم الأفواه ومنع المواطنين من التعبير. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.